ده عماد متعب اللي لسه ان شاء الله تعالى عنده كتير، وانا اعتقد حب الجمهور لعماد مش من فراغ يا باشمهندس. لا هو اصله واحد من النماذج النادره في مركزه، صحيح. يعني عندما تذكر اهم المهاجمين اللي جم مصر لازم اسمه يرد يعني، ومن صغره وهو ماشي بهذا المستوى يعني.